بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من الملعب، عادل البطي وعلي الأحمد يضيفنا في هذه الحلقة. قبل الفاصل تحدث معنا مفوض من قبل مانسو للحديث عن قضيته، وأنه ينوي رفع شكوى للاتحاد الدولي فيفا ضد الاتحاد السعودي. تبغى تقول شيء في الموضوع ولا أيضا من المواضيع اللي تتحفظ عليها؟ لا طبعا هو ذكر أني لما تكلمت في موضوع شهيل كابتن عبدالله شهيل، أنا ما تكلمت عن جزئيات اللاعب، تكلمت عن مثال في حال أنه اللاعب طيب. كسب الموقف أو شيء. طبعا أنا بس أذكر الأستاذ الصالح أنه إذا كان هو وكيل، مش وكيل هو، لا حتى لو كان مش وكيل، هو مفوض من قبل اللاعب بهذا الورقة، حتى البيان، حتى البيان أنه يعرض وكذا، يفترض عدم الظهور لأنه هذه مخالفة صريحة، وهذه نظام الاتحاد الدولي. أنه اللاعب مانسو طبعا بناء على الاتفاقية اللي عندك أنت هنا، أول ما وصل لبلده هو وكيله الأرجنتيني قدموا شكوى في نادي النصر بناء على مستحقات مالية مطلوبة من النادي. النادي جانا خطاب بهذا الكلام، أرسل لنادي النصر، نادي النصر رجع ورد، والقضية الآن تعتبر منظورة في الاتحاد الدولي، يمكن حتى ظهور المستندات هذا يمكن يدعم الأخوان في نادي النصر، يدعم موقفهم. أما ظهور الإعلامي أنا من ناحية قانونية ما كنت أنصح فيه. هذا بيان إعلامي؟ لا ما أتكلم عن البيان، حتى الأوراق الرسمية هذه لنا، ما الاتفاقيات بغض النظر، بغض النظر هو بس عشان يأكد لنا موقفه صحيح. وللأمانة طالما ذكر اسم نادي النصر هنا في موضوع القضية، عشان لا نقول إنه نادي النصر مخل أو عدم مخل أو إنه حصل على استثناء أو شيء، لا، نادي النصر من أكثر الأندية، يمكن لاحظت في تصريح الأستاذ علي بدغيش قال لك نادي النصر من أول الأندية اللي أنهى تجريات تسجيلها. إيه طيب كيف سجلوا هذا عليه قضية؟ هذا السؤال، هي تعتبر قضية عدل تعتبر الاتحاد. تعتبر قضية منظورة، بمجرد ما سافر اللاعب إلى بلده هو وكيله الأرجنتيني أرسلوا خطاب شكوى عن طريق الاتحاد الدولي. يعني ما لكم علاقة أنتم الحين؟ لا الآن قضية منظورة بالاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي قضية منظورة، ونادي النصر رد وأرسل مرئياته. بس هو قال انه اشتكى للاتحاد السعودي ويقول قدم شكوى للجنة. لا في حال شوف في اي قضيه لاي لاعب غير سعودي، في حال رغبته انها تنظر في لجنه الاحتراف في الاتحاد السعودي من حقه. لكن هو يقول انه وصلكم، ما وصلكم شكوى من اللاعب؟ وصلت. لا 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 ما وصل. وصلنا شكوى من الاتحاد الدولي. لا اللاعب نفسه يقول ارسل لكم شكوى واضطر انه يجي يسلمها بيده. لا هذه هي الاتفاقيه اللي بينه وبين النادي يتكلم. ما تكلم، ما في شكوى. لا يتكلم. انتم ما وصلكم شكوى. لا لا ما يتكلم عن الاتفاقيه هو. طيب عمر. حتى الاتفاقيه كان يفترض كاجراء نظامي انه يعني كاجراء اقوى دعم للاتفاقيه انه يصدقها في لجنه الاحتراف، كل واحد ياخذ نسخته كاجراء نظامي اقوى. طيب على الهاتف ارحب ب الاستاذ عبد الكريم الجاسر مدير المركز الاعلامي في نادي الهلال وعضو مجلس الإدارة. أبو يزيد أنا أعتذر منك، ما عندي وقت كثير، تفضل إذا تبغى تقول شيء. صباح الخير. صباح النور. وصبح عليك على الأستاذ علي وعلى الزميل أبو فهد. حياك الله. حياك الله أبو يزيد، تفضل. الحقيقة الظاهر الحلقة الليلة اليوم كلها يعني احترافية كاملة، ولذلك إحنا عندنا يعني إشكالية تتعلق بموضوع لجنة الاحتراف وتعامل الحقيقة مع الأندية في الهلال. يعني تعودنا أن إحنا دائما نلتزم بكل ما يتعلق بالأمور الاحترافية سواء تجاه لاعبتنا أو تجاه الأندية الأخرى. طيب. ولكن يعني في دائما يكون في تشدد تجاه نادي الهلال في كل ما يتعلق بتعاملاته، ومنها على سبيل المثال في حالة مثلا لاعب شافي الدوسري، طبعا حالة اللاعب شافي منصوص عليها في نظام الاحتراف وأنه يفترض بعد مضي 30 يوم من تسديد اللاعب لنادي آخر أنه يبادر بتسديد المقابل اللي هو بدل التدريب، وهذا شيء متفق عليه ومعروف. يعني الأستاذ علي قبل شوي كان يقول في قضايا منظورة لا تعيق تسجيل اللاعبين، في حين أنه في الهلال طلب منا أنه نسدد لنادي النصر موضوع بدل التدريب الخاص باللاعب عبدالعزيز العازمي، وطلب أيضا أن نسدد لنادي النجمة إلى أنه أيضا هم لهم نسبة معينة، وطلب هذا الشيء شفويا من قبل سكرتير اللجنة، وكان فيه الحقيقة تشديد تام على أنه لن يسجل الهلال اي لاعب ما لم تسدد هذه المستحقات. طيب فالنادي دائما يعني يبادر ويلتزم وسددناه. لم يتم التعامل بمثل هذا الامر مع الانديه الاخرى، خصوصا في حاله تخص نادي الهلال بحقوق، لانه يعني هو يطالب نادي الاتحاد بمبلغ 800,000 ريال. طيب. تقريبا بدل تطوير، وسبق مخاطبه نادي الاتحاد وارسال وطلبوا ايضا سجل اللاعب وارسلناه لهم، واللجنه كانت وسيط في المخاطبات
بين الناديين. ولذلك انا اعتقد انه مثل هذه القضيه وتصنيفها كقضيه منظوره اعتقد انه مخالف للنظام ومخالف للتعامل اللي نحظى فيه احنا وتحظى فيه الانديه الاخرى. طيب ويزيد نقطه ثالثه انه حتى بدل يعني المساهمه التضامنيه في انتقال اللاعب خالد عزيز لنادي النصر طلبنا حقنا ولم يتم يعني تسديد المبلغ لنا ولم ايضا يجبر نادي النصر على تسديد المبلغ لنا. طيب اخر شيء ابو يزيد نادي اخر يعوض يعني هذا النادي او الاتحاد او النصر انما ببيان التعامل اللي يتم كشفويا مع نادي الهلال وممثليه في لجنه الاحتراف في التسديد وبين يعني الالتزام بحقوق نادي طيب الهلال. متى رفعتوا بعد انك ابو يزيد متى رفعتوا الشكوى على الموضوع هذا على موضوع شافي الدوسري؟ المطالبة طبعا كانت قديمة يعني ما هي فترة التسجيل هذه لا الشكوى للاحتراف الشكوى في بداية هذا الأسبوع لأن لاحظنا أن المسألة لما طلب منا أنه إحنا نسدد لنادي النصر ونادي النجمة وإحنا ملتزمين وسددنا عرفنا أن المسألة أنه فيها إجبار للأندية وبالتالي يجب أن نطالب بحقوقنا في مثل هذا الوقت. طيب تقول لكم شيء علي؟ عندك تبغى تدخل معك؟ أستفسر من الأستاذ الكريم كم اخذت المخاطبات بينكم بين نادي النصر في عمليه طلب بدل التدريب؟ انت كم قلت هو كم قال؟ كم اخذت فتره المطالبات على سعد الحارثي تتكلم على سعد الحارثي ولا على خالد عزيز؟ تفضل كم اخذت عندك الفترة؟ معلومه؟ تقريبا بالتقريب يعني بالضبط ما عندي لكن اللي اعرفه ان من العام الماضي كان رفع خطاب لنادي النصر منذ ان انتقل اللاعب لهم لطلب بدل المساهمه التضامنيه. يعني طولت قصدك يعني هي ما مين كان الفيصل لا يمثل لكن القضيه هي قضيه انه هل مثل هذه القضايا هي قضايا منظوره ولماذا منظوره لنادي وغير منظوره لنادي اخر؟ اللي هو يعني الطرف الاخر بغض النظر عن من يكون يعني بالنسبه لنا يطلب منا شفويا تسديد ولن نقبل اي اوراق وخصوصا من قبل سكرتير اللجنه وترفض يعني يرفض قبول اي اوراق تقدم لتسجيل اللاعبين. طيب في حين انه لما تكون القضيه لنا ولصالح انديه اخرى لا يتم التعامل بنفس المبدا. طيب ساترك شكرا لك ابو يزيد يعطيك العافيه لكم. شكرا لك وبترك لك. انا اعود واقول انه اليوم مسعد علي مش موجود بصفتي عضو للاحتراف لا لاني قلتها هالمره اربع مرات لانه احنا متفقين معه قبل ما نعرف انه في اجتماع وكان يطلع معنا من مكه لما حصل في اجتماع اتصل علينا قال انا حكون في الرياض فاليوم احنا نقدر ظروف انه مش كل شيء يقدر يتكلم فيه لانه في النهايه في اعضاء كثير في اللجنه اللي حيبغى يتكلم فيه ويبغى واللي ما يبغى احنا نقدر هالشيء ويجب ان تقدرون ذلك لانه في امور لا يعني مش ممكن التوسع فيها. موضوع شافي الدوسري أول شيء قبل موضوع شافي الدوسري تكلم نيابة عن زملائي من الفترة السابقة اللي هو الدكتور صالح بن ناصر نعم. أبونا كلنا وأعضاء لجنة الاحتراف وسكرتارية لجنة الاحتراف اللي هم يمثلون لجنة أعضاء لجنة الاحتراف ورئيس إن شاء الله أنهم مصدر ثقة وإن شاء الله أنهم يملكون الصلاحية أنهم يعملون الأندية بشكل واحد وسواسية. طيب ليش موضوع شافي؟ إيه؟ هذه الجزئية. الجزئية الثانية ليش سألت الأستاذ الكريم كم اخذت قضيه كم لانه هذه فيها هم طلبوا حددوا المبلغ. طيب احنا نطلب نادي الاتحاد مبلغ كذا حطوا المبلغ 800 ألف. نفس اللي صار في موضوع في موضوعهم مع نادي النصر نفس اللي صار نادي الاتحاد ممكن له مرئيه في الموضوع مو صح ممكن له مرئيه وبالتالي عمليه حسابيه غير هذه في الفيصل في النهايه نفس ما صار مع نادي النصر الفيصل كان لجنه الاحتراف وهذا ياخذ وقت ونفس اللي صار الان وصعب ينتهي في هالاسبوع انا بسال سؤال واحد يمكن ابو فهد قريب من البيت الهلالي متى انتقل الكابتن شافي الدوسري لنادي الاتحاد؟ في الصيف اعتقد في رمضان في رمضان عاد متى جانا الخطاب؟ متى جانا الخطاب؟ قبل اسبوع يقول يعني احنا كمان لو يطلب مننا شيء ابو حمد هو قال لك انه الهلال على كلام ابو يزيد اجرى مع لجنه الاحتراف مخاطبات يعني اتخذ الطريق من يعني مبكر مخاطبات انا رايي الشخصي كان من المفترض انه يعني يجيه رد انه المعامله ساريه تم ارسال خطاب لنادي الاتحاد انا اقصد ما دام سلك الطريق الصحيح اللي هو باجراء مخاطبات لا هو يقول لك لا بدا في مخاطبات تمت مبكره وانت وسيط فيها يقول لا هو شوف اول شيء في البدايه قال كان يفترض ان نادي الاتحاد عارف المبلغ ويسدد طيب احنا نهائيا ما نقدر لا هو خاطب نادي الاتحاد وزودكم بصوره على كلام او خاطب احنا ما نقدر نقول نادي يدفع بدل التدريب هو يدفع مره واحده ويتم المخاطبه من النادي طيب. سواء يصير مخاطب لجنه الاحتراف او النادي مباشره يطالب في حقوقه احنا في نفس الوقت استحاله نقدر ندفع الموضوع
لانه يتطلب ممكن دراسه ونعرض اعضاء اللجنه ونشوف نعمل العمليه الحسابيه ونطلب من لجنه المسابقات برنت عن اللاعب، مو شرط نعتمد على البرنت من النادي، نطلب من لجنه المسابقات برنت عن اللاعب لانه نبغى نحسب تاريخ بدايته، وين سجل اول وين مره، وين سجل وين ومش عارف، لانه ممكن اللاعب هنا يكون موجود في نادي ثاني، ممكن يكون في الرياض، ممكن يكون في اللاعب من خارج الرياض، وبالتالي تبغى تقول هذا ياخذ وقت الموضوع ياخذ وقت الموضوع. طيب بس كان المفروض يرد عليهم بخطابات، انا هذا رايي يعني. لا لا كل الخطابات يرد عليها. أيوه الخطاب الان يمكن اللي سمعنا الاستاذ علي بدغيش في لقاء قبل قليل قال انه احنا الخطاب اللي جانا ارسلنا النادي الاتحاد وطلبنا مرئياته في الموضوع، واعطي صوره النادي في الرياض. اوكي طب اليوم اللي ارسلنا الخطاب احنا اليوم ارسل طيب الخطاب طلبنا مرئيات نادي الاتحاد. عموما احنا بنترك موضوع الاحتراف وبنريح شوي بنتجه على عادل البطيب بنتعب على حمد جاهز. طيب خلينا